تحية سلطعونية. اليوم جيت بغيت نقول لكم واحد الرسالة مهمة في الفيديو هذا. اولا لاننا كنا تنخافوا على الشعب المغربي وتنحبوا الشعب المغربي وتنحبوا كاع الناس اللي تيخدموا الشعب المغربي. هو الموضوع كيفاش غادي نهزموا هذا الفيروس هذا في داخل المجتمع المغربي، كيفاش غادي نهزموا؟ كما تنعرفوا حنا دول كايطاليا كاسبانيا كفرنسا وصلوا فيها يعني اعداد هائله من الموت، يعني في ايطاليا بوحدها وصلوا يعني 11000 ديال الموت، اسبانيا اللي هي الجاره وصلوا 8000 وزياده ديال الموتى، وغير اليوم تزادوا يعني عدد الموتى اليوم في 24 ساعه تزادوا 553 زيادة على ديك 8000 وزيادة، ويعطيك واحد الرقم غادي يخلعك. بزاف ديال الناس خسروا يعني الأحباب ديالهم والأصدقاء ديالهم والناس اللي عزيزة عليهم بزاف في العالم كامل تقريبا. هاد المجرم ديال كورونا هو عدو الإنسانية وعدو جميع الناس في الألال وجهة الكرة الأرضية. حنا في المغرب عندنا الشعب ما واعيش عارفين هاد المسألة، ولكن عندنا واخا هكاك عندنا الشعب تيفهم وفي قلبه شويه ديال الرحمه وفي قلبه الحب والتعاون وداك الشيء، هادشي باش معروف الشعب المغربي. لذلك باش نهزمو باش غادي نربحو هاد المعركه هادي ضد هاد الفيروس ضد هاد المجرم ديال كورونا هو بالتضامن ديالنا وهو بالجلوس ديالنا في الدار. كاين ناس اللي تخرج تقول لك نجلس في داري ما عندي ما ناكل ما عندي ما ندير. الناس فاش نهضروا على مجتمع ككل غادي يتعاون تنهضروا على ان المجتمع الناس اللي قاده تعاون اخرين تعاونوا حاليا في هذه المرحله. خليني ما يمكنش تلوم الدوله في هذه المرحله، لا يمكن لوم الدوله في هذه المرحله، ما تنفع بوالو فهمتي. عاد تزيد يعني في الازمه وتزيد تخنق المسائل وعاد تزيد تنشر يعني الياس ما بين الناس وعاد تزيد يعني تخلي الناس ما تامنش يعني بالحياه. نحاولوا اننا ننشروا واحد الخطاب اللي يبني لواحد التضامن وطني ما بين الجيران ما بيننا كمجتمع ككل مغاربة كاملين. خويا عاونوا الجيران ديالكم، وخصوصا بغيت واحد نقول واحد النقطة اللي هي مهمة بزاف. هاد المساعدات اللي دايرها الحكومة الناس اللي ما عندهمش عافاكم، الناس اللي عندهم ما تمشيوش تزاحموا مع المساكين والناس اللي راه هذيك 800 درهم ولا هذيك 1200 درهم ولا هذيك 1000 درهم اللي غادي توصل بها واحد الاسره فقيره راه محتاجه، وبالنسبه ليها هذيك واحد الحاجه اللي يعني مهمه في الحياه، هي باش تعيش هي باش تصرف هي باش تبقى سد عليها في دارها فهمتيني، باش اننا نهزموا هذا الفيروس هذا. وما اكثر الفقراء في هذيك البلاد خاصه تضافر الجوع، الناس اللي عندهم ما يتزاحموش مع الناس اللي ما عندهمش، والناس اللي حصلوا خاص الدوله تستعمل السلطه ديالها يحصل انه تيتزاحم مع الناس اللي ما عندهمش. فهاد المساعده هذه اعتقال ولا البروسي فهمتي، ولا يخلص شي بروسي ولا يخلص شهريا على جوج ديال العائلات، هذا هو الردع اللي خصو. وحنا تنهضروا يعني بواحد الليونه تنقولوا بان تنقولوا الناس اللي عندهم ضمير وانسانيه انه ما يمشيوش يتزاحموا مع اللي ما عندهمش. عندك باش تعيش عيش بداك الشيء اللي عندك وقضي به بما دوز الازمه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه الناس الفقراء اللي ما عرفهمش الدوله ربما ومساكن اللي ما قاريينش وما وصل ما توصلش لهم ربما هذه المساعده، نتمنوا من الجيران ديالهم والناس اللي تيعرفوا انهم يعاونوا بلا هذيك المعاونه ديال نتصور معاك ولا شي حاجه. ما تصور معاه ما يتصور، كان شي جارك فيه النفس وما تيرضاش يقول اعطيني ولا يطلب ولا شي حاجه، ما عندوش مسكين وكان عنده واحد النفس. تخرج اخويا مع الفجر وتتقدى شي تقديه وتخرج مع الفجر وتحطها، ولا في شي وقيته تيكون ما يشافك حد دوز تما وتكتب فهمتيني تكتب فاعل خير وتحطها لي قدام الباب يخرج يلقاها يفرح بها فهمتي. بحال هكا ديروا الخير، بحال هكا غادي تولي وتبنيو لواحد التضامن كبير في الوطن لمواجهه هاد الكورونا. حيت علاش خصنا نتضامنوا كاملين وتضافر الجهود ديالنا باش اننا نهجموا هاد العدو اللي ديك العدو ديال الانسانيه هذا اللي تيدي الاحباب ديال الناس وتيدي لنا الاصدقاء ديالنا وتيدي لنا يعني الناس اللي عزاز علينا. احنا ما عندناش يعني مرافق تقول عندنا سبيطارات على قد الحال، ما يمكنش الا تزادوا عدد الحالات كيفاش غادي تستوعبهم هاد المستشفيات، وكيفاش الناس اللي مسكينه اصلا تتلقاها مريضه بالقلب ووقع عليها ان كاردياك كلشي لعبه غتمشي للسبيطار وعندنا حنا واحد الحاله ديال الطوارئ الصحيه. خصنا نفكروا حتى الناس اللي مرض واللي هما ضروري خصهم يمشيو للسبيطار يدوزوا ولا عندهم شي مشكل بلا كورونا بلا والو، باش اننا ما نزيروش على الناس اللي فهمتي، نحاولوا اننا نزيروا على راسنا نديروها بحال واحد الحرب فهمتيني. حنا في واحد الحرب في صحراء قاحله العدو ديالنا وخصنا نرابطوا
تما فهمتي الرابطه تما حتى نهزموا هذا العدو ما نتحركوش المال اللي بيناتنا نشاركوه الخبز اللي بيناتنا نقطعوه ونقسموه على بعض خصنا نتعاملوا بهذا الاسلوب خصنا نشوفوها بحال واحد المعركه مع واحد العدو ما خصناش ننزلوا الله ما خصناش نطيحوا الله ما خصناش نركعوا ما خصناش نسلموا ما خصناش نكونوا انانيين خصنا نكونوا الناس فهمتي ما تتعياش ما تتعياش عندها واحد الهمه عندها واحد الاراده باش انها تتقاتل ماشي من اجل هي بوحدها ولكن تتقاتل من اجل المجتمع ككل تتقاتل من اجل العائلات ديالها والاصدقاء ديالها والحباب ديالها والناس اللي عزاز انا الفيروس قاتل عدو الانسان وانا تنقولها راه ما كاين ما احسن من التنظيم لان كاين بعض الناس اللي هما انانيين كيمشيو يديروا شي حوايج انانيه اللي غادي تدير واحد الكارثه حنا ما بغيناش داكشي نوصلوا ليه بغينا الشعب المغربي يتضامن ككل نتوحدوا كاملين نتعاونوا مع بعضياتنا جيراننا اللي ما عندوش نعاونوهم واللي عنده يعاون اللي ما عندوش ونتجاوزوا هذا الشيء هذه هي اهم حاجه هذا الشيء راه كاين في ايطاليا كاين في جميع الدول الاوروبيه ماشي في المغرب كاين الناس اللي تتعاون في مناطق لا في اسبانيا ولا ما يمكنش تعتمد على الدوله ديما في كل شيء خصوصا في هذه الحالات يعني انك بحال في حاله حرب ماشي في حاله حرب ان تعرف العدو ديالك العدو ديالك غير مرئي قد يكون معك في الدار قد يكون على الزنقه وغالبا يكون في الزنقه تخرج انت للزنقه تجيبوا لعائلتك وعائلتك مدوزه لعائله اخرى حاولوا انكم تبعدوا من بعضياتكم واخا عائله في نفس الدار حاولوا انكم تجلسوا بعاد على بعضياتكم شي شويه حاولوا تحافظوا على النظافه ونحاولوا نفكروا في هذوك الناس المسنين اللي عندنا في البلاد والناس اللي مراض اللي عندهم القلب السكر عندهم امراض مزمنه خصنا نفكروا لهم ماشي حنا نخرجوا بلا مسؤوليه بلا والو وطرى الكارثه ويعمروا السبيطارات يحلو والناس اللي مراض مساكن عندهم شي مرض ما يقدوش يدخلوا السبيطار يتعالجوا ولا داك الشيء هذيك الساعه يوليو مخيرين ما بين مقاومه الموت والعيش وكورونا فهمتي يعني ما يكونش عندهم اختيار وغادي نخسروهم خصنا نفكروا لها بهذا الاسلوب هذا هو النداء ديالي وهذه رسالتي وثالث حاجه هو انني تنطلب من الدوله المغربيه انها تطلق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين جميعا تطلقهم راه مزيان الاقتصاد الوطني راه اطلاق سراح المعتقلين غادي يزيد يعني غادي يعاون بزاف ديال الشركات لا في البورصه لا بزاف ديال غادي يعاون يزيد القيمه ديال الدرهم غادي الجاليات اللي في برا اللي رافضين انهم يصيفطوا فلوس حاليا للمغرب بسبب يعني هذا الشيء ديال الاعتقال السياسي غادي تاهما يدخلوا اموال كثيره ديال العمله الصعبه في الاحتياطي النقدي ديال المغرب نتمنى ان الدوله تاخذ المبادره ما كاين ما احسن من هذا الوقت هذا ديال اطلاق سراح المعتقلين غادي يزيد غادي يعطي الدوله واحد يعطي واحد الانرجي جديده باش انها تقاوم فهمتي ما يبقاش عندنا واحد نوليو نحسوا باننا فعلا الدوله معنا ككل فهمتي وما تتفرقش بيناتنا وهذا هو الميساج تحياتي وتحيه سلطانيه وعيش الشعب.